الباحثون والخبراء والأطباء يسعون إلى تطوير العلاجات المختلفة لمرض السرطان، وتظهر الكثير من الأبحاث والأخبار للتأكيد على إيجاد العلاج النهائي للسرطان، ولكن حتى الآن لا شيء ملموس في الواقع. ولكن في العراق وفي قضاء حديثة في الأنبار تمكن الأستاذ نجدب ثامر آل جعفر، وهو مدرس لمادة الكيمياء حاصل على الماجستير، من خلال اكتشاف علاج لمرض السرطان وهو مركب كيميائي. طبعا اكتشف هذا العلاج بعد تجارب كثيرة وبجهوده وبتكاليفه الشخصية. تمكن الأستاذ نجد من الحصول على براءة اختراع من الجهاز العراقي للتقيس والسيطرة النوعية. لنتابع مقطع الفيديو وما جاء فيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أني الباحث نجد ثامر آل جعفر من سكرة قضاء حديثة، الحاصل على شهادة الماجستير الاختصاص الدقيق الكيمياء العضوية. قدرت أحضر معقد كيميائي وإثبات التركيب البنائي لهذا المركب من خلال القياسات اللي حصلت عليها خارج القطر في مختبرات في دولة إيران وفي عمان وفي مصر. أثبتت التركيب البنائي لهذا المركب، بعدها أجريت له محاكاة ونمذجة جزيئية سيموليشن ودوكينج. اشتغلت نظري على هذا المركب حتى أعرف المواقع الفعالة داخل هذا المركب في الارتباط بالخلايا السرطانية وكيفية تثبيط الخلايا السرطانية. قدرت تحصل على النتيجة بهذا الشيء؟ لحد نظريا أنه النتائج طيبة جدا، ولكن ما أقدر أتأكد من هالنتائج إلا أجرى عليها التطبيق العملي. التطبيق العملي أجريته في مصر في مركز بحوث السرطان في القاهرة عن طريق دكتورة فردوس اللي هي حاليا أستاذة في جامعة نيويورك، وكانت النتائج جدا عالية في تثبيط الخلايا السرطانية فيما يخص خط الكبد الـ HEPG. يعني نقدر نقول أنه أنت عثرت على العلاج السرطاني. الحمد لله والشكر، هذا العلاج يوقف السرطان بنسبة 92% داخل الخلية، والسمية داخل الخلية تكون قليلة جدا، ما يأثر على الخلية عكس ما هو موجود حاليا من علاجات في الكبد وفي الثدي. شو الطالب؟ شو تناشد؟ أنا أشد الحكومة المحلية، الحكومة المركزية، من دعم من إعلاميين، لأن هاي المواد البسيطة وعلى السطح، ما عندي مختبر، ما عندي سيارة أقدر أصل بها مثلا إلى كلية هيت. متفضلين جماعة كلية هيت قدموا لي كل الدعم بصراحة، ولكن أشتغل على السطح بمستلزمات بسيطة أكثرها يعني استعارة من كليات، من مختبرات، من أشخاص أصدقاء. والحمد لله والشكر رب العالمين فضل علي باكتشاف هذا النوع من العلاج. إذن كما قال الأستاذ نجدت أنه من خلال هذا المركب الكيميائي يستطيع تثبيط الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلية بنفسها. هناك تغريدات، هناك ردود أفعال وتعليقات جاءت حول مقطع الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. سنقرأ لكم ما جاء فيها. نبدأ من هذا التعليق لعاصم المعاضيدي: مبارك لك هذا الإنجاز، سدد الله خطاك وإلى مزيد من العطاء إن شاء الله، بوركت الجهود. هناك تعليق آخر من أسامة: بسم الله ما شاء الله، ربي يسعدك ويحقق حلمك لإسعاد الآخرين والنجاة من خطر هذا المرض، ألف رحمة على والديك ومن نجاح إلى نجاح يا رب، تستاهل أبو جرناس الأصيل الطيب. طبعا الباحث والأستاذ نجدت ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي للحديث أكثر عن قصة هذا الاكتشاف وعن هذا البحث. إذن أهلا وسهلا بك أستاذ نجدت، أنت معنا الآن على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بك أستاذ نجدت. ما بعد هذا الاكتشاف، أين وصل الاكتشاف هذا الآن أو هذا البحث الذي توصلت إليه؟ هل هناك من اهتم بهذا البحث أو بهذا الاكتشاف؟ هل هناك من دعم هذه الفكرة ودعم هذه الجهود؟ والله أستاذ ما تلقيت أي دعم من أي مسؤول، لا على الحكومة المحلية ولا الحكومة المركزية. المدير العام اللي أنا تابع له، مديرية التربية الكرخ الأولى، يعني ما اتصل ولا قال شكرا، ما نطاني كتاب شكر وتقدير أو تثمين جهود. لا الحكومة المحلية اللي في قضاء حديثة أو محافظة الأنبار
اطرقت عدة ابواب مسؤولين وصلهم الفيديو بس ماكو اي دعم. طيب ما هو السبب برايك؟ الا تعتقد ان هناك سبب معين مقنع ربما يكون حتى لا يجد هذا البحث او هذا الاكتشاف ادنى اهتمام كما قلت؟ والله استاذ ما اعتقد اكو سبب الا ان الواحد يقعد بالبيت ويعوف ان شاء الله ما يشتغل اي شغله وما يقدم اي شيء لهذا البلد. طيب براءة الاختراع التي حصلت عليها من التقييس والسيطرة النوعية او تثمين جهود او اتصال ويقول لي اشكرك بارك الله بك احنا نساندك احنا وياك هذا كله ما موجود. طيب ماذا عن براءة الاختراع التي حصلت عليها؟ هذه صورة براءة الاختراع التي حصلت عليها. عفوا استاذ شلون؟ براءة الاختراع التي حصلت عليها، ماذا عن براءة الاختراع؟ ألم يساعدك ذلك في الوصول إلى الجهات المعنية لتقديم العون والمساعدة لك؟ على الأقل تقديم الأدوات التي تحتاجها من أجل تطوير هذا البحث أكثر. والله استاذ المواد اللي كنت أحتاجها فقط عميد كليتي والمعاون العلمي دكتور راسم اللي هو أيضا وياي براءة الاختراع. يعني وفروا لي كل ما أحتاجه. طيب. أما البقية لا مسؤول ولا وزير ولا محافظ أبد أبد ما ولا واحد قدم لي كلمة شكرا نهائيا. طيب أنا وعندي براءتي أنا اختراع أنتظرها، يعني هي في تقييم أنتظرها إن شاء الله تصدر هم على مرض السرطان. حصلت وحدة صدرت رسميا وبعد سنتين أنتظرها ولكن أي دعم من الحكومة ما في للأسف. طيب يعني براءة براءة الاختراع تعني الاعتراف بجدوى هذا البحث وبجدوى هذا العلاج. اي نعم حصلتها من مركز تقييس جهاز تقييس السيطره النوعيه بالعراق. اذا هذا اعتراف بالبحث واعتراف بفاعليه العلاج الذي توصلت اليه، فلماذا لا يصل الى مستوى معين؟ تصنيفه Q1 وان شاء الله راح ينشر البحث، بس بالعراق ماكو اي دعم نهائيا من اي مسؤول. استاذ نجدت اشعر من خلال كلامك انت نادم بعد هذه الجهود التي بذلتها من أجل التوصل إلى علاج يثبط تكاثر الخلايا السرطانية. والله يا أستاذ يعني كأنك بقلبي نادم ومنتهى الإحباط. يعني منتهى مو بس نادم، يعني أنت تشتغل وأنا بايع سيارتي بايع لها زوجتي لأن مصاريف هواية قياسات بعمان وفي إيران ومصر والمواد من ألمانيا وروحة والجية وكذا وتعب سنتين هو. ويجي واحد ما يقول لك شكرا او ما يوجه لك كتاب او ما اعرف، يعني تتندم على كل هذا التعب. هل هناك رساله اخيره توجهها الى وزاره الصحه مثلا، الى ما يهمه الامر، الى رئيس الوزراء على الاقل؟ والله يا ريت، اتمنى صوتي يوصل لرئيس الوزراء، اتمنى يوصل لاي مسؤول حتى يدعمني، انا ما رايد شيء من عدو. يعني اريد اكمل دكتوراه حتى اكمل بحوثي بهذا المجال، عندي هوايه افكار على هذا المجال. واني رسالتي الاخيره اللي اوصلها هي الشكر لك، لان انت اول اعلامي شريف يهتم بهذا الموضوع. شكرا، هذا اقل واجب تجاه كل من يبحث ويجتهد ويعمل بادنى المستلزمات وادنى الموجود. فكل الشكر لك اولا واخيرا استاذ نجدت. ممنون جدا. تحياتي لك استاذ نجدت ثامر جعفر، ماجستير كيمياء ومكتشف علاج السرطان، وللاسف لم يجد اي اهتمام بهذا البحث الذي قدمه وطوره.